ريال تقريبا. والهلال بها الهلال طوع البطولة، خلينا نكون منطقيين ومنصفين شوي. دياز عرف فعلا يتعامل مع هذه البطولة بكل عقلانية ومنطقية. في كلمة قالوا أخي هتان قبل شوي أنه ما في ولا نادي سعودي حقق هذه البطولة، هذا مو صحيح. الاتحاد حققها مرتين، النسخة الجديدة. اي نعم، نعم، من 2005 حتى الآن. نعم، لا ما اعتقد انه قال الكلام، يعني مستحيل هتان يقصي الاتحاد. انت قلت كذا هتان؟ لا ما ادري. لا هو قصده ممكن من بعد أنا الاتحاد، غياب الأندية السعودية، يعني غياب من سنوات طال غيابنا. اوكي، طال غيابنا عن لقب اللي وصل. طبعا يعني صحيح، وصل الاهلي يعني النهائي، وصل الاتحاد اخر لقب حققه في عام 2015. يعني هل يعقل انه 2005 عفوا، يعني 12 سنه احنا غايبين عن لقب دوري ابطال اسيا في نادي سعودي منذ تحقيق الاتحاد. انا الهلال نادي الاتحاد، كيف غريب يعني الكلام ده. نعم، الاتحاد الاهلي وصل وما حقق، الهلال برضه وصل وما حقق. الان هذه فرصه تاريخيه، اعتقد مش بس في هذا الموسم، هذه المباراه اهم مباراه لدى جمهور الهلال لسنوات طويلة، لتعويض سنوات إعجاف طويلة عن هذه البطولة بالذات. أتكلم أنه هي فرصة أنه الهلال يحققها على الورق. نعم، الهلال الأقرب جدا، لكن في الأخير كرة القدم ما لها أمان بصراحة. الفريق الياباني جيد في التكتل الدفاعي، لكنه ما هو قوي جدا في الهجوم عكس الهلال. الهلال هجومه قوي جدا. المثلث والخبر اللي انكتب، أنا أعتقد أنه ظلم كثير سالم الدوسري. سالم الدوسري هو فعلا كثير من المباريات كان هو مفتاح الهلال. مباراة إيران، المباراتين اللي هي النصف النهائي، كان سالم الدوسري هو أيقونة الفوز بصراحة. هو من غير كثير من النتيجة بتحركاته بتاعت الفرص وصنع الكور لخريبين. خريبين ترجم هذا المجهود إلى أهداف. سالم الدوسري قاعد بصراحة، دياز عاد اكتشاف سالم الدوسري. يعني حتى المباراة الأخيرة، لما تشوف المباراة الأخيرة الهلال، كان سالم الدوسري هو الأميز صحيح بين لاعبين الهلال. فأعتقد أنه كاتب المقال، لا هو تحدث على أجانب، وأهمل يتكلم على أسماء أجنبية. نعم، لكن أهمل عنصر أساسي جاء في ثنايا الخبر أن كان للأسماء الأجنبية في الهلال تأثير واضح على مسيرة الفريق في هذه النسخة. ممتاز. وذكر على سبيل المثال أو حصرها بالمثلث أو بما وصفوه مثلث برمودا. مثلث برمودا اعتقد هو ادواردو منيس. الهلال حوله الى مربع برمودا بوجود يا شو اسمه يا سالم الدوسري. سالم الدوسري تحركاته هو وادواردو بصراحه وميليسي لهم تاثير اكثر من خريبين. الثلاثي هذا فعلا هم اللي قاعد يقودون الهلال في كل خطوطه. الفريق الياباني خالد، لو تلاحظ مسيرته، تتبع نتائجه السابقه في هذه النسخه تحديدا، جميع المباريات اللي اقيمت على ارضه لم يخسرها. صحيح. بينما خارج أرضه لا يحقق نتائج إيجابية. يعني هذه يفترض أنه يتعامل معها الهلال بشكل إيجابي، يستغلها منه في الرياض، يحاول المباريات من هنا. يحسم الأمور من الرياض، شوف. وإلا هناك في الأمور صعبة. لا شوف، الهلال عكس يعني الهلال حتى خارج أرضه قاعد يقدم مستويات أميز. يعني الهلال مو فريق سهل، ولا هو من الفرق اللي ممكن أنت تتغلب عليها بسهولة. يعني لا يمكن انه انت تفوز على الهلال بواحد واثنين والهلال يستسلم. يظل الى اخر ثانيه، ودائما لغه الثواني الاخيره والاهداف الاخر اللحظات هي الاميز فيها نادي الهلال في هذا الموضوع. الدليل على انه اللاعبين عندهم امكانيه وروح قتاليه الى اخر ثانيه، وهذا شيء مهم جدا في هذا الفريق. دياز عرف يوظف هذه الامكانيات وهذه القدرات، عرف يوزع يثقف لاعبينه كيف يوزعون جهودهم طوال التسعين دقيقه. يعني انت لما تتابع الهلال تلاحظ ان اللاعبين لغايه الدقيقه 90 وهم اللاعبين يلعبون على تقريبا نفس المستوى. لا يعني ان هم لياقتهم افضل من الجميع، لا، لكن توزيعهم للمجهود طوال المباراه هذا يعطيهم ان هم يقدرون يعطون طوال المباراه. اثنين، التركيز الذهني المهم، النقلات السريعه، اللعب وفتح شو اسمه اللعب بدون كره والانتشار بدون كره، العوده بشكل كامل. اعتقد الهلال الضغط في ملعب الخصم، الهلال حيكون صعب جدا على الفريق الياباني. حسب بعض المعلومات اللي انا قريتها او تابعتها من الشان الهلالي، الان في خطط خاصه للدياز قاعد يطبقها في المعسكر، وطبقها خلال المباريات اللي فاتت الاخيره، بالذات المباراتين الاخيره، كيف ممكن تكسر التكتل الدفاعي. في خطه طبقت مباراه النصر ومباراه الشباب، استعدادا لمباراه اوراوا. على فكره انت